السلام عليكم. النهاردة هنكمل على الموديل بتاع المرة اللي فاتت. النهاردة هنعمل سيميوليشن كيس. السيميوليشن كيس يعني ايه؟ يعني هنحط كل الفانكشنز اللي احنا عملناها دي في حاجة واحدة، في كيس واحدة، وهنعمل ران عليها. عند السيميوليشن هقول له ديفاين سيميوليشن كيس. هاجي هبدأ احط الحاجات كلها. اولا هسميها سيمبل. لازم اختار السيميوليتر الاول، اكليبس 100 ولا 300 ولا فرونت سيم. اختار اكليبس 100. التايب سنجل بروستي ولا دول بروستي. والجريد اللي انا شغال عليها انا شغال على جريد سمبل. لو انت عايز تسمي الكيس دي اي تايتل او تكتب اي كومنتس تكتبه هنا كده. خش على الجريد. طول ما في علامه تشيك حواليها كده معنى كده ان دي فانكشن، يعني هحط له بيرميابيلتي من هنا كانها متغيره. لو شلت التشيك ده من قدامه معنى كده ان دي لا، دي كونستانت وانا هدخل لك الرقم. فاحنا هندخل البرميابيلتي في اتجاه الاي وفي اتجاه الشي ب1000، والبرميابيلتي في اتجاه الكي ب50، وان البروستي 6 ب0.12 كده. دخلت الحاجات دي كانها كونستانت. اخش عند الفانكشنز وابدا ادخل الفانكشنز اللي انا عملتها. فاول حاجه هو عايز الريلاتيف برميابيلتي، فهدخل عند الساتوريشن فانكشن 1 وابدا ادخلها. وبعد كده هو عايز للانيشال كونديشن للفلويد موديل، فادخل عند الفلويد موديل اللي انا عملته لايت اويل بلس جاز وادخله الانيشال كونديشن. وعند الروك كومباكشن نفس الكلام، ادخل عند الروك كومباكشن وادخلها له. تاني دخلت له الفانكشنز بتاعت التلات حاجات دول. الاستراتيجيز هنسيبها لان انا ما بعملش هيستوري ماتشنج دلوقتي. والريزلتس بيقول لك تحب تظهر ايه وما تظهرش ايه. طبعا احنا هنظهر كله. بس كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هدوس له ران. هو هيبدا يدخل على اكليبس في الباك جراوند، هيبدا يحل المعادلات، هيبدا يوزع لي بريشر وساتوريشن في الموديل كله. بس ويطلع لي لوج زي كده. طبعا لو متسطب اكليبس بيبدا يجيب لك الداتا فايل اللي الامتداد بتاعه دوت بي ار تي، اللي هو بيبقى فيه النواتج بتاعه الحاجات دي.